ها 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 يهب على القلب وتلقفه العقل ولا يعرفه الدارس. يهب على القلب وتلقفه خير، اللهم اجعله خير ولا يعرفه الدارس. يهب على القلب وتلقفه العقل ولا يعرفه الدارس. يهب على القلب وتلقفه العقل ايه دي؟ ولا يعرفه الدارس. ده رقم دولي يا دي عوضين، تعرفه؟ وانا هعرفه منين ده يا حاج عوض؟ يهب على القلب وتلقفه العقل. الو، هاو ار يو اثنين، هاو ار يو تو؟ ايام الحاج عوض وات ايام 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 استبريستيك فريسيكك صوفي. ايوه الله عليك، الله عليك يا حاج عوض. يا على العلم يا ولا، والله العلم حلو يا ولا. يا ويلكم ويلكم ويلكم، ان شاء الله ماشي. ما يعني يس يس يس، والله جود جود، والله مع است 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 استريبكي. سلام إيه؟ يا سلام يا سلام يا حاج عوض على العلم يا ولا، سلام على العلم. اتعلم اتعلم يا اخويا. نو نو نو، اي 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 ايام 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 بي بي بيرغي بيتكلم و اسبيكيكي اسبيكيكي يس. فعلا فعلا العلم في الراس مش في الكراس، والله يا براه عليك يا حاج عوض. ايام ايام سبيكينج شي شي انجليشي، انجليشي انجليشي. نو نو عربيك، لا نو عربيك، لا يس يس. دوغ باي دوغ باي دوغ باي. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ جاي لنا بعثة في بلاد برا ولا ايه يا ولا؟ بلا بند انجليزي الحاج عوض دي. انا مبسوط قوي يا دي عوضين. هم مين دول يا حاج عوض؟ اللي كانوا بيكلموني دول الجاليه الهنديه الشيشانيه البوشتكارنتيه في بلاد البللم. البللم؟ ايوه البللم. دي فين الدوله دي يا حاج عوض؟ لا دي بلاد بعيده قوي عليك يا دي عوضين، لسه بدري عليك لما تروحي. على كده الدوله دي ابعد من طنطا يا حاج عوض؟ هو انت عبيط يا دينتي؟ ده انا بقول انت عاجل عن الحب اللي جنبك دي. ليه بس كده يا ابو الحاج؟ بقول لك بلاد البللم يعني ابعد من المنصوره والشرقيه كمان. ياه، المهم يعني هم كانوا عايزين منك ايه؟ عاوزين يعملوا حمله تبادل افكار وحركات كده في العبادات عند الطرق الصوفيه، يعني نتبادل كده يعني. يعني ايه يا حاج عوض؟ اقول لك انا يا عوضيه، يعني انتوا هتخترعوا عباده جديده وانتم هتستوردوا العباده بتاعتهم وهم هيستوردوا الشمخ بتاع الحاج عوض، يعني تبادل شمخ يعني من الاخر يعني. انا مش فاهم حاجه. عشانك لا مؤاخذه. طب ليه الغلط طيب؟ هو اللي مش قلت لك ما تتكلمش مع الحمار يالا؟ ما هو اللي بيشتم يا حاج عوض. وهو يعني ياد غلط فيك يالا؟ هو غلط فيك يالا عشان تشتمه يالا؟ هي فال بتاعي يالا؟ هو غلط فيك جم جابت عليكم الرخام يا بعيد. ابني وداني البحبحاني. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، إيه البرد ده؟ طبعا واضح على صوتي وصوت الحاج عوض وبحبح وعوضين، العيلة كلها لا مؤاخذة متكتكة من البرد. بص يا محترم عشان ما أطولش عليك، الفيديو ده مخصص للناس اللي لما تشوف حاجة هو ما شافهاش قبل كده فيقول لك ده ليس من التصوف. أنت جايب ناس أجانب وتقول لي تصوف؟ الشخص ده تقريبا عايش في الكوكب لوحده، هو يتخيل كده ومتخيل إن التصوف محصور في القرية اللي هو عايش فيها، ده بقصمات عادي يعني، وما يعرفش ان التصوف موجود تقريبا في كل بقاع الارض. وهو ده اللي احنا بنحكي فيه، خطورة البدعة، ان واحد شيخ يروح قرية يدعو الناس للاسلام ولكن افكاره بكاس من حليب، فالناس بتعتقد ان ده هو الاسلام. تعالوا نشوف ثلاث مقاطع اجمد من بعض. انا بقول خلونا نبدأ، وما تنساش اللايك والشير، ولو مش مشترك يشرفني اشتراك. خلونا نبدأ. بص بقى محترم، هجيب المايك بس كده عشان ساعات بص يا محترم، الراجل ده الشيخ التصوف وهو تحس كده ان هو ايه، لو شويه صراصير على الارض فهو بيو على او على او على او على او على او على او على يعني ما فيش تعليق يعني. احنا بتوع الجديد يا بلد التقليد، واخد بالك؟ اوبا اضرب 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 اضرب. اللي بعده بقى،
خلاص يا عم. بس يا ابني انت وهو. شوف بقى ده. ده بيسموه الرقص على راس الميت. كان اسمه الدفع على راس الميت ولا مش فاكر المثل كان بيقولوه ايه. ده بقى واحد قاعد بيعمل كده والتاني عمال بيهلبش فوق منه. ده تقريبا بياخد الايه؟ المدد من عمك الشيخ. يجي بقى واحد يقول لك ايه؟ ده ليس من التصوف. لا هما بطلوا هو لسه شغال. عادي يا باشا. مال يا عم الحاج. اشتغل هو برضه اشتغل عادي يعني. كده عمك الشيخ بيرفرف على عمك الشيخ اللي نايم. ولي. مال يا باشا. هلبش برجله فوق منه. بدأت بإيده وبدأت برجله كده. ما تخلص يا عم. ده العملية خربانة يعني. وقع منه في البطاطس. لو حاطين لك بتاع فوق الـ فوق الـ فوق الضريح عشان تحجب الشمس عن الولي. عشان ما يتحررش بس. المقطع الأخير هو اللي بيعجبك شوية. خلص بقى يا عم. خلاص يا سيدي نقدم انا. نشيل بس ده كده. ده الاخير بقى. يروح عند الضريح. قبر عمك الشيخ. يحوطوه ويصوروه كده. وذكر ربنا وقال الله الله. ما تعرفش ما بقول له هو بقول له بحد غيره يعني. فاكرين البتاع بتاعت نحن غرامة عك عك نحن غرامة عالية. انا مش فاكر كانت بتقول له صح دي ولا غلط. ما انا يا عم الحاج هذا ليس من التصوف. بيقول لك هو مين ده اللي بيقول لك؟ بيقول لك انت بتجيب لنا ناس مش عارف ايه وتقول عنهم صوفية. دول مش صوفية يا عم الحاج. بيلحنوا كمان. انا ما اعرفش اترجم صراحة. انا ضعيف في الانجليزي زي الحاج عوض. لا الحاج عوض بلغة في الانجليزي. يابا إلهي وسيدي. دي اللي انا فهمتها صح. بس يا عم الحاج. بس يا عم الحاج انت وهو. اعزائي المشاهدين وبكده يكون فيديو النهارده خلص. طبعا انا سرعت شويه حاجات عشان الكاميرا البطاريه بتاعتها بتخلص يعني. انا بحبكم في الله وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. وعند الله تجتمع الخصوم. السلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي وأبطر كل حبل للوصال وأقليه وأبغضه جهارا رجاءً.